هكذا أصبح المنظر وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار بعد أن تراكمت النفايات في مناطقها السكنية. أزمات عديدة عانت منها المدينة، ليس أولها أزمة الكهرباء وليس آخرها تراكم النفايات في أحيائها السكنية. احنا ملينا من هاي الزبالة بالناصرية كلها، وخصوص هاي المنطقة مع شارع النيل. لا تجي البلدية تنظف، لا يعطونهم أجورهم، يعني شلون بالله وين نروح احنا؟ بس تعال شوف الزبالة هاي، صورها من يمك، تعال شوف الزبالة هياها ضالة بنص الشارع، شلون نمشي احنا؟ إذا هي على الرصيف من الركن من نال الحبوب، شلون نمشي احنا بعد؟ يا أخي والله ما يصير، لا يعطون أجور للبلدية، لا يعطون أجور للعمال، شلون تروح العالم بعد؟ وهاي الزبالة المتروسة بالناصرية كلها، هاي شارع النيل، هاي الأطفاء كلها موجودة. أهالي الناصرية أكدوا أن تراكم النفايات في المدينة جاء بسبب الإهمال الحكومي وعدم قيام بلدية الناصرية بواجباتها. الوضعية مع الأسف الشديد مهملة، ومركز الناصرية ولا كأنما أكو بلدية تابع وتراقب وشيل الأنقاض. للعلم بعض النفايات اللي موجودة المتراكمة بالشوارع وترمى بالشوارع هي ما ترفع من قبل البلدية. يا ساسة يا مسؤولين يا بلدية الناصرية، النفايات قاعد تتكدس بالشوارع، انعم الله والف انعم الله نكررها للناس اللي عندها تلم البلاستيك، والناس اللي تلم تاخذ الاعلاف الطماطه البوتيتين راس البصل تاخذها للمواشي، والا يعني البلديه دورها ضعيف جدا جدا. كما اكد المواطنون ان صراع الاحزاب السياسيه على المناصب في المحافظه ادى الى اهمال الخدمات وضعف عمل دائره البلديه. تعاني من تدخلات حزبية وسياسية من أجل الاستحواذ على مقدرات وأموال الأموال المخصصة لبلدية الناصرية. حقيقة من استلام المحافظ أحمد الغني الخفاجي من يوم 7/4 إلى يومنا هذا تم تغيير 4 مدراء من مدراء بلدية الناصرية، وهذا سبب عدم استقرار على إدارة البلدية وإرباك حقيقي في إدارة عمل. من جانبه فقد أقر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي بوجود تلكؤ في عمل بلدية الناصرية. تشهد مدينة الناصرية تلكؤ في عمل بلدية الناصرية. احنا كإدارة محافظة قمنا بإجراءات عاجلة لإصلاح هذا الخلل، وذلك من خلال استبدال إدارة البلدية بمدير جديد وطاقم إداري جديد. كذلك خصصنا مبلغ 10 مليار دينار للبلدية لشراء آليات جديدة ستسهم في رفض أسطول البلدية من السيارات الخدمية، وهناك أيضا عروض للتعاقد مع شركات متخصصة للتنظيف وتحويل عملية تنظيف المدينة للقطاع الخاص. وهكذا تحول تراكم النفايات في أحياء وشوارع الناصرية بمحافظة ذي قار إلى ظاهرة تهدد الصحة العامة من جراء انتشار الحشرات والأمراض. يحدث هذا في بلد يتصدر دول العالم باحتياطاته النفطية.